كده هبدأ في الرجل. فأول حاجة هعملها كمان معايا دائرة سحرية وهشتغل جوه الحلقة بست غرز حشو كده، 2 3 4 5 وكده 6، واشد الخيط كويس. وفي اول غرزة حشو اشتغلت فيها هدخل وهطلع بغرزة حشو جديدة للدور الجديد، وهبدأ في التزايد. هعمل في كل غرزة حشو من الدور اللي فات غرزتين حشو، دي كده معايا أول غرزة حشو اهي. فكده هعمل فوق كل غرزة حشو 2 حشو، يعني هيبقى عندي 12 غرزة حشو. كده وصلت لآخر الدور، فالدور رقم 3 هطلع بغرزة حشو وبعد كده تزايد وهختم الدور ب1 حشو وتزايد. بالشكل ده كده ناحية حشو وتزايد وكده خلص الدور رقم 3. فالدور رقم 4 و5 هنشتغل كله غرز حشو من غير أي تزايد. فأنا هخلص الدور رقم 4 و5 وأرجع تاني. كده خلاص خلصت الدور رقم 4 و5 بغرز حشو بس. فكده عندي الدور رقم 6 وهبدأه بتناقص بالشكل ده كده. وبعدها 4 غرز حشو كده، 2 3 4. نكرر تاني تناقص وبعدها 4 غرز حشو وكمان هكمل لآخر الدور. بعد كده الدور رقم 7
هيبقى تناقص، وبعد كده 2 حشو، تناقص اهو، وبعد كده 2 حشو، وطبعا بكمل لآخر الدور بواحدة تناقص، و2 حشو. هي الطريقة ديت بتاعة التناقص بتبقى الغرز ضيقة جدا، بس بتدي نتيجة كويسة. فأنا هخلص الدور كده، تمام. الدور رقم 7 عملت تناقص و2 حشو. فدلوقتي هبدأ أعمل الفايبر، احشي الجزء الصغير ده. فانا هحشيه وارجع كده. انا حشيت الجزء ده خلاص، فهبدأ الدور رقم 8. لازم طبعا اتأكد انه الفايبر مش طالع معايا في الإبرة. فكده هطلع الدور رقم 8 زي ما قلنا، بغرزة حشو واحدة وتناقص. ممكن اشتغل الغرز التناقص العادية اللي متعودين عليها، بس اهم حاجة ارجع العلامة. وهكمل كده لآخر الدور، واحدة حشو وتناقص كده، تمام. خلصت الدور رقم 8 بواحدة حشو وتناقص. فالدور رقم 9 و10 هعمله كله غرز حشو. بالشكل ده كده هيبقى عبارة عن 8 غرز في الدور. فهعمل كمان الدور رقم 10. وكده 2 3 4 5 6 7 8. الجزء ده مفرغ شوية،
فهكمل قطعة صغيرة من الحشو. كده تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الدور رقم 11 هضم القطعتين دول على بعض، وهاخد كل غرزتين قدام بعض مع بعض، فهينتج عندي 4 غرز بس مش 8. كده 2 اهم. ودي 3، و4. هقفل الدور بس هسيب مسافة معقولة حوالي 15 أو 20 سنتي، وأشد الخيط. ودي كده أول رجل. أنا كنت كمان عاملة رجل تانية، فكده هبدأ في الإيد. هعمل كمان دائرة سحرية، وجوه الدائرة هشتغل 8 غرز حشو. كده 2 3 4 5 6 7 8، وأشد الخيط. وفي أول غرزة حشو اشتغلتها هطلع بغرزة حشو جديدة للدور الجديد، ومن الدور رقم 2 للدور رقم 7 هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، يعني هشتغل 8 غرز. فكده اهي 2 3 4 5 6 7 8. لو هتلخبط طبعا أحط العلامة. فأنا كده هشتغل من الدور رقم 2 للدور رقم 7 غرز حشو بس، اللي هي عددهم 8. فهخلص كده وأرجع. أنا هنا كده خلاص خلصت الإيد، فعملت 8 أدوار ب8 غرز حشو من غير أي تزايد أو تناقص. الدور الجديد هناخد 2 غرزة قدام بعض مع بعض، فهيبقى عندي 4 غرز حشو بس. بالشكل ده، وكمان هاخد مسافة كويسة وأقص الخيط. دي كده ايد، وكمان كنت عاملة ايد، فدي كده الاتنين اهم مع بعض.
فهنا دلوقتي ايه اللي ناقص؟ اعمل الودن، كمان هعمل دائرة سحرية وجوه الدائرة هشتغل 6 غرز حشو، 2 3 4 5 6 وأشد الخيط، وفي أول غرزة حشو بدخل بالإبرة وبطلع بعمل تزايد فوق كل غرزة حشو اشتغلتها، هعمل 2 غرز حشو، يعني هيبقى عندي 12 غرزة حشو. تمام، الدور رقم 3 و4 هشتغل 2 غرز حشو بس، يعني هشتغل 12 غرزة حشو. كده 4 5 كده انا هنا عملت الود عبارة عن دائرة سحرية، وجوه الدائرة اشتغلت 6 غرز حشو، وبعد كده الدور التاني عملت تزايد يعني 12 غرزة حشو. الدور رقم 3 و4 اشتغلت حشو بس، يعني 12 غرزة حشو لكل دور، فنتجت عندي الشكل ده. فأنا كنت كمان محضرة واحدة تانية، فكده دي الأجزاء بتاعتي كلها، الرجلين والإيدين والجسم نفسه. أنا هنا هعمل إيه؟ أول حاجة هثبتها الإيدين، فهتبقى في الجزء ده هنا كده، والإيد التانية في الجزء الموازي لي هنا. ف هجيب إبرة التنظيف أنا هنا، ثبت إيد واحدة بالشكل ده كده، فهشوف بثبتها ازاي. في الجزء الفاصل ما بين الجسم والرأس بدخل بالإبرة، بشد الخيط كده ببص عليها طبعا كويس، انا شايفة ان هي كده كويسة اهي. ف هدخل في اول غرزة وهتبقى بالتبادل، مرة هدخل في غرزة هنا والمرة التانية هدخل في
الغرزة اللي في الإيد، باخد غرزة واحدة بس، بالشكل ده كده هي آخر غرزة. بعد كده بمشي عليها غرز التثبيت، كده خلاص. دي كده الإيد، هنشوف الرجل دلوقتي. ليها جزء من هنا، دي واخدة شكل مسطح ودي واخدة شكل كده، فديت هي اللي هتبقى في الوش. فأثبت واحدة وارجع أثبت معاكو التانية. اهي كده ثبتنا الرجل الأولى، فهنشوف كمان الرجل التانية. طبعا بنتأكد من الشكل اللي هو المستوي اللي بيبقى في الظهر، والشكل اللي عامل كيرف ده هو اللي بيبقى لقدام. فهنا على نفس الخط الموازي للرجل الأولى بعمل كمان غرز التثبيت.
ده شكلها اهو لحد دلوقتي كده، ناقص الودان هنا. ثبت الودن الاولى، فهنشوف الودن التانية. بعد من فوق من هنا دور، 2 3 4 5 6، في الدور رقم 7 دي هتبقى اول مكان الودن، والخط الموازي للايد ده هيبقى مكانها. فهتبقى هنا، اتأكد طبعا من شكلها الأول. فكده برضو هاخد غرزتين مع بعض من الود، مع غرزة من تحت من الراس نفسها. وأكمل تثبيت، كده حاجة بسيطة اهي وسهلة، ما فيهاش اي حاجة. هي كده زادت معايا غرز، كده تمام. كده ناقص العين والأنف، أنا هنا عملت إيه؟ عند أول خط للودن هنا مشيت بالشكل ده كده، ونزلت 1 2 3 4 5 في رقم 6 هنا الموازي لده، لأول خط في الودن نزلت وحطيت العلامة بتاعتي اللي هتبقى فيها العين. كمان هنا عملت نفس الكلام، وجيت هنا نزلت 1 2 في الثالث، عملت 3 أماكن حددتهم. وده كده اللي هشتغل عليه. فهنا هيبقى الأنف، هشتغله باللون الأسود. بإبرة التطريز خلاص بقى، مش عايزة دول تاني.
يعني خلاص حددت الأماكن اللي هشتغل فيها. طبعا مش هشد قوي، انا عايزاها تبقى بارزة شوية، فهخلي الخيط واخد راحته. الشكل ده، وهرجع في النص، هشيل دي كمان خلاص مش عاوزاها. هنزل من تحت الأنف، 1 2 كده، وهرجع تاني كده. هاخد بزاوية ميل من تحت الأنف من هنا، 1 2 3، وهطلع هنا 1 2 3، هطلع دور 1 هرجع تاني لهنا، زي ما عملت هنا هعمل هنا. هنا انا نزلت قد ايه؟ 2، وطلعت 1 2 3، هنا ممكن احط خرز اسود بالشكل ده، وممكن اعملها تطريز، فانا هنا هعملها تطريز
اشيل دي كمان خلاص مش عاوزاها، ومش عايزة العين كبيرة فهعملها على غرزة واحدة. هملا الجزء ده كله، انا هنا كده خلاص خلصت الشكل بتاعي اهو. فهنا انا عملت حلقة وشكل عبارة عن سلسلة وثبته، دي ممكن استغنى عنها عادي مفيش مشكلة، وممكن احط بدلها ضفيرة، احط دلاية سلسلة بتاعت مفاتيح او حاجة زي كده. يبقى بس بعيد تاني هنا ان الودن انا عملتها منين، من عند اول نقطة بدأتها، بمشي على نفس الخط وبعمل هنا الودن، بسيب مسافة قد ايه، 1 2 3 4 5 6 7. ففي رقم 7 دي بتبقى بداية الودن بتاعتي، وعلى نفس الخط بتبقى كمان الإيد والرجل هنا، طيب أنا دلوقتي عايزة أعمل الملامح، فعندي العين حددتها هنا، خدت من بعد النقطة الأساسية اللي بدأت فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في رقم 10 حطيت العين بتاعتي، وعلى نفس الامتداد بتاع الود بالشكل ده، خدت مسافة قد ايه ما بين العين والعين، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 غرز ما بين العين الاولى والتانية. هنا دي هتبقى منطقة الأنف، فخدت 3 غرز، من بعد أول غرزة للعين سبتها واشتغلت على طول في التانية للدور اللي بعده، اشتغلت 1 2 3، وفي النص نزلت واحدة. وهنشوف دلوقتي أنا هبدأ في الأنف، طبعا إبرة التطريز والخيط الأسود، فكده أهي 1 2 3، 3 غرز أهو. بالشكل ده
وبنزل غرزة واحدة هنا وهطلع بالشكل ده كده وهرجع تاني هنا. نزلت هنا مسافة 2 غرزة وهنا كمان ممكن ازود في الانف شوية لو انا شايفاها قليلة، برجع لها تاني كده اهي. هنا العين انا ممكن اطرزها وممكن احط لها خرزة، فانا حابة هنا اني اعملها بالعين كده الخرزة السودا دي. فمجهزة معايا مسدس الشمع أشيل كمان دي كده اتثبتت تمام. فده كده شكل الدبدوبة الصغيرة بعد ما خلصت اهي، بسيطة وسهلة وما بتاخدش اي وقت. ممكن طبعا نكبرها او نصغرها زي ما احنا عايزين. نفس الباترون بالظبط اللي اشتغلنا عليه ده، بس هيبقى بخيط اتخن وابرة سمك اكبر. انا هنا بس عايزة كمان اضيف حاجة صغيرة كحلية، فممكن اعمل هنا زي كرافات كده كمان. ممكن اعملها بالصوف الخيط او ممكن بالقماش، فانا فضلت هنا
اني اعملها بالخيش، كمان هيبقى شكلها لذيذ لو وديناها هدية. شكلها اهو، ممكن نصغر الفيونكة شوية. كده ده شكله النهائي اهوت، شكله لطيف وظريف وخفيف. واشوفكم مع حلقات تانية من الاميجرومي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.